قبل أن نبدأ، لا تنسوا أعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة 100,000 مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. على غرار ما شهده ملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو وميلود هدفي بوحران، تتواجد أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة في حالة سيئة، ولا ندري هل تم تجديد العشب وإعادة زراعة البذور الصيفية أم أنها ستظل على هذه الحال إلى غاية اعتدال الطقس وتعافي العشب من جديد. الطقس في الجزائر يشكل أرقا للقائمين على صيانة عشب أرضيات الملاعب، خصوصا في ظل عدم الجدية الكافية في التعامل مع هذه الحالات. فهل سينطلق الموسم الرياضي القادم بملاعب سيئة مرة أخرى؟ وهل سيكون ملعب الشهيد حملاوي الاستثناء الوحيد عطفا على أرضيته الجيدة؟ قضية للمتابعة.